السلام عليكم يا شباب، النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اقرب 9 احداث مثيرة حصلت بخصوص طبعا الثقوب السوداء. حصل الكلام ده سنة 2021. حصلت العديد من الابحاث الملحمية الخاصة بالوحوش الكونية دي اللي هي اقصد بيها الثقوب السوداء طبعا، ولذلك كان من الصعب جدا الحصول على قائمة مختصرة، بس احب افكركم ان المصادر هتلاقوها تحت في الديسكريبشن، ويا ريت ما تنسوش الدعم. لسه لحد دلوقتي ما زلنا قاصرين على فهم الثقوب السوداء، الوحوش الكونيه الهائله الضخامه دي اللي مش ممكن لاي حاجه ان هي تفلت من جاذبيتها حتى الضوء نفسه. الثقوب السوداء دي داخلها بتنهار كل قوانين الفيزياء، ده اللي بيخليها كانت وما زالت من اكبر الالغاز الكونيه. اولا معانا ثقب اسود وبيبتلع نجم نيتروني. اكتشف العلماء موجات جاذبيه تصدر من ثقب اسود التهم نجم نيتروني. الكلام ده مش مره واحده، لا ده مرتين. قصدت عمليات كشف سابقه موجات التقطت من الزمكان، رددت من اصطدامات كارثيه حصلت بين 2 ثقب اسود و2 نجم نيتروني. حديثا توج العلماء سلسله الاكتشافات برصد مصير القائم لنجم نيتروني داخل ثقب اسود، ده بيمثل حدث بارز في مجال علم الفلك. تاني حاجه معانا، هل ممكن الثقوب السوداء ان هي تزود الحضارات الفضائيه بالطاقه؟ العلماء بيشوفوا ان بناء هياكل لتجميع الطاقة حول ثقب اسود ممكن يكون فعال لتوليد الطاقة للحضارات الفضائية. وفاق احتياجات المجتمع الفضائي من الطاقة اللي بتنتج من الكوكب اللي هم فيه، افترض الفيزيائيين امكانية انشاء بناء عظيم اطلقوا عليه كرة دايسون. الكلام ده حول النجم المضيف بتاعهم لانتاج الطاقة على نطاق واسع، يعني امكانية الكشف عن الحضارات الغريبة دي عن طريق اكتشاف المبنى ده. أجرى باحثون من تايوان مجموعة من الحسابات، الكلام ده سنة 2021، وجدوا ان مجال دايسون قد يعمل حول الثقب الاسود، وكمان حددوا مدى قدرتنا على رصده. ثالث حاجة معانا، اول ضوء مكتشف من وراء الثقوب السوداء. قصد علماء الفيزياء الفلكية ضوء منعكس من وراء ثقب اسود، وده بيثبت فرضيات ألبرت أينشتاين تاني. طبعا احنا عارفين ان مفيش اي حاجة حتى الضوء تقدر تفلت من جاذبية الثقب الاسود، ده مش صح بالظبط. هو اي نعم اي حاجة بتعبر افق الحدث بيتم فقدانها للابد، لكن القرص الساخن للمادة اللي بيدور حول الثقب الاسود تنبعث منه اشعة سينية قوية يمكن رصدها من كوكب الارض. مع ذلك الضوء ده ما بيهربش كده بسهولة، لان وجدت دراسة حديثة فضات من الاشعة السينية بتختلف عن الانبعاثات المعتادة اكثر سطوعا، وتقريبا بتنعكس من وراء الثقب الاسود. رابع حاجة معانا، كم يبلغ حجم الثقب الاسود؟ يقولوا الباحثين ان انماط تغذية الثقب الاسود دي ممكن تبين لنا حجمه. تطلق الثقوب السوداء شديدة الضخامة لما بتستهلك المادة انفجارات ضخمة شبيهة بالاشعة بانماط توهج كتير. سأل الباحثون، هو توقيت الأنماط دي ممكن يخبرنا المزيد عن الثقب الأسود؟ اتضح ان كل ما الثقب الأسود ما يكون أضخم كل ما الفواصل الزمنية بين التوهجات تزيد. خامس حاجة معانا، الحقول المغناطيسية الموزعة حول الثقب الأسود. أظهر تلسكوب أفق الحدث صورة جديدة للجسم الهائل اللي قابع في مركز المجرة بتاعتنا ميسي 87، كان عن طريق ضوء مستقطب المرة دي. أعتقد العلماء إن الحدث ده مثير للاهتمام. ليه؟ لأنه بيرصد الاستقطاب لأول مرة على حافة الثقب الأسود. مونيكا العالمة مونيكا وهي المؤلفة المشاركة في البحث من جامعة غاتبورغ في هولندا، احنا بنشوف الدليل الحاسم التالي على تصرف الحقول المغناطيسية حول الثقب الأسود. ازاي ممكن يدفع النشاط في المنطقة دي من الفضاء النفثات القوية الى ما وراء المجرة؟ سادس حاجة معانا، هل ممكن لموجات الجاذبية ان هي تساعدنا على ايجاد المادة المظلمة؟ استخدم علماء الفلك اجهزة فائقة الحساسية لرصد موجات الجاذبية، البحث عن سحب البوزونات، ودي المنافس الرئيسي للمادة المظلمة. الكلام ده في الأقراص الدوارة حول الثقوب السوداء. تتكون السحب دي من جسيمات دون الزغية خفيفة الوزن اسمها البوزونات. توقع وجودها النظريات اللي بتتجاوز النموذج المعياري لفيزياء الجسيمات. تقريبا مستحيل اكتشاف البوزونات دي على الأرض، لكن بيعتقد علماء الفلك ان هي ممكن تكون موجودة حول الثقوب السوداء،
وبتوصل إشارات موجات جاذبية، عشان كده استخدموا مقصد ليغو للبحث عنها. تابع حاجة معانا اكتشاف المزيد من موجات الجاذبية. أجرى فريق دولي من الباحثين 90 عملية رصد، دي أكتر من عمليات اكتشاف موجات الجاذبية لحد دلوقتي. بين 35 عملية كشف في الجولة الأخيرة من الرصد، 32 عملية ناجمة من اندماج 2 ثقب أسود، 2 تانيين ناجمة من اصطدام نجم نيتروني بثقب أسود، وفي واحدة ما زالت مجهولة. من حاجة معنا إن الثقوب السوداء بتحجب الدخان بين المجرات. يقول العلماء تطور طيارات الغاز حول ثقب أسود نشط، ده عامل زي الدخان الناتج من انفجار بركاني. بس الفريق نظام من 20 مجرة اسمه نست 2000، خوزة كده على جنب، ده بيبعد عننا 200 مليون سنة ضوئية. تمتلك المجرات دي ثقب أسود نشط في مركزها، ينتج انبعاثات راديوية، وده بيكون كده فقاعات في الدخان المحيط بيها. آخر حاجة معانا إن الثقوب السوداء بتمارس الضغط الكمي على بيئتها. الثقب الأسود مش وحيد الخاصية زي ما كنا فاكرين، اتضح بعد كده إن السلوك الكمي بيضيف بعد جديد ليه، تمرد طبعا لخصائصه المتوحشة. اكتشاف فريد من نوعه، وجد الفيزيائيين في المملكة المتحدة إن الثقوب السوداء بتمارس الضغط الكمي على بيئتها. بعد كده معانا رصد خزانات مية على سطح المريخ. احب افكركم برضو من المصادر هتلاقوها تحت في الديسكريبشن. في نظام واسع من الاخاديد اللي بيغطي سطح المريخ بشكل كبير، يمكنها تكوين احتياطيات من المياه المخفية. كشفت أداة فريند تتبع الغاز المداري معلومات جديدة، وجود كمية كبيرة من الهيدروجين في نوع معين من الاخاديد، دي معروفة باسم وادي مارينر، بيلقبوه بأخدود المريخ العظيم، يمتد لأكثر من 4000 كيلومتر على سطح كوكب المريخ. تشير النتائج لأن التربة غنية بالمية على عمق متر تحت سطح الكوكب، يدي إما طبعا إن هي مرتبطة بمعادن أو متجمدة. الأمر ده بيوفر طريقة جديدة لتحديد موقع المواد الثمينة. الفيزيائي إيغور المعد الرئيسي للدراسة، معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم في روسيا، استخدام أداة فريند يمكننا النظر لأسفل الطبقة الترابية مقدار متر واحد، ونرى ما يحدث بالفعل تحت سطح كوكب المريخ. الأهم من كده تحديد الواحات الغنية بالمية، مش ممكن طبعا اكتشافها بالأدوات السابقة. كشفت الأداة عن وجود منطقة بتحوي كمية كبيرة جدا من الهيدروجين، اعتقاد ارتباطه بجزيئات المية في وادي مارينر. تبدو 40% من المواد القريبة من السطح في المنطقة دي كأنها مية. قال الباحثين ان اكتشاف أداة فريند كاشف النيوترونات، للنيوترون بدل من رسمه خرائط الضوء على سطح الكوكب، سمح برؤية محتوى الهيدروجين في التربة بتاعته على عمق متر تحت سطح الكوكب. مركبة اسمها فايكنج بتظهر وادي مارينر ده، تبلغ مساحة الهيدروجين اللي هي اللي موجودة في المنطقة دي بحجم هولندا تقريبا. تداخل مع كاندور شاسما، ده من اكبر الاخاديد في وادي مارينر. المنطقة دي من المريخ بتحوي المعادن على القليل من المية، عشان كده بيعتقد الباحثين ان المية دي ممكن تكون موجودة على شكل جبل جليدي تحت السطح. من المرجح ان بتنطلق اي مهمة للمريخ قريب من خط الاستواء، عشان المية ما تكونش بعيدة قوي عن السطح. الاكتشاف ده طبعا من اجل المهمة الحيوية، وهي ابقاء البشر على قيد الحياة. الفيزيائي كولين ويلسون من وكالة الفضاء الاوروبية، بتعد النتيجة دي نجاح لبرنامج اكسو مارس، امر ضروري علشان نفهم اللي حصل لمياه المريخ، لانها طبعا كانت وفيرة قبل كده، مساعدة برضو في البحث عن اماكن صالحة للسكن. ممكن ده يشير لوجود حياة في الايام الاولى لكوكب المريخ. بس وشكرا، خلصت حلقة النهاردة، المصادر هتلاقوها تحت في الديسكريبشن، ياريت ما تنسوش الدعم. السلام عليكم.